مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 28 جنديا سوريا في كمين نصبه لهم أحد الفصائل المقاتلة في الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق خلال محاولتهم شن الهجوم، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس. قال مدير المرصد إن عددا كبيرا من أفراد قوات الأسد والمسلحين الموالين قتلوا في كمين نصبه مقاتلو المعارضة المسلحة خلال محاولتهم الهجوم في جبهة بلدة الريحان في غوطة دمشق الشرقية. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تقدمها في حي نزل تشحادي جنوب مدينة الرقة وسيطرتها على عدة نقاط استراتيجية في الحي بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. الاشتباكات أسفرت عن قتل 9 أفراد من داعش، وأفاد ناشطون بأن قوات سوريا الديمقراطية باتت مسيطرة على كافة الأرياف وصولا إلى مداخل المدينة، حيث تدور الاشتباكات مع تنظيم داعش عند حي الصناعة. قالت الشرطة العراقية إن القوات الأمنية استعادت السيطرة اليوم على قرية إمام غربي جنوب الموصل من داعش الذي احتلها، بينما كانت دفاعاته تتداعى داخل المدينة. هذا ويقوم الجنود الآن بعمليات تفتيش في أرجاء القرية بحثا عمن تبقى من المتشددين. وقالت مصادر في الشرطة العراقية إن القوات عثرت على جثتي صحفيين عراقيين قتلا هناك بعد وقت قصير من هجوم المتشددين عليها. حذرت سفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي من أن ميليشيات حزب الله اللبناني تعزز ترسانتها من الأسلحة، وطالبت المجتمع الدولي بإيلاء أنشطة ميليشيات حزب الله الاهتمام اللازم والضغط عليها لنزع سلاحها. ذكرت وكالة الأناضول التركية أن الكويت أغلقت الملحقية الثقافية والمكتب العسكري بسفارة إيران وخفضت الدبلوماسيين إلى 9. ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية كويتية الخميس أن الكويت قررت إذن إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الدبلوماسيين بسفارة طهران فيها من 14 إلى 9، وذلك على خلفية قضية خلية العبدلي. قال علماء كنديون إن استهلاك بدائل السكر على المدى الطويل له آثار سلبية على حالة الإنسان الصحية، واكتشف فريق العمل أن استهلاك التحلية الصناعية من قبل النساء الحوامل تؤثر في زيادة الوزن والتمثيل الغذائي وبكتيريا الأمعاء بأطفالهن. شكرا.